أنا مرة تحس فيك إذا بعد مرة بتبعد عني كرمال عائلتك رح روح عنص بيتك وشوفك وغصبا عنك بترجيك ما تحرمنك ولا ما بتشي منك غير تفرح لقلبي ولا توحد. كل عمري كنت أحلم يجيني رجال يخلصني من العيش الزفت ومن ظلم جوز أمي. شلون وأنا طول الوقت زادت حالي تحت رجليك مثل الكلب؟ وليش؟ لأني بس بحبك. ثم بترجيك تسامحيني، أنا ما قربت عليها. كيف قدرت تخوني وتخون ابنك؟ ابنك اللي ما عاد موجود. كتلة اللحم اللي رميتها عندي وما سألت عنها سنين صار ابني. لو أنت بتحبي حدا وجيت وحدة تانية خطفته منك وخلته يتركك ويرميكي، شو بتحسي؟ هي فاتت معي على هيدا البيت من ليلة عرسنا ونمت معنا بالتخت هون بيني وبينك. أنا أكثر مرة حبتك على وجه الأرض. أنت أكثر مرة غدرتيني على وجه الأرض. لأنه بحبك. إنه خيي ورفيق عمري إجى على نص بيتي وتحشر بمرتي. ولكن أنت دمرت لي حياتي. هاي المرأة إلي، المهم تجي لعندي برضاطها. ما بحق لك تلمس مرة خيري، أنت لإلي. وقت اللي مرتي بدها تغدر فيه ما راح أزعل، لأنه إذا راح الغالي ما في أسف على الرخيص. يعني معقول في وحدة بتقبل تعيش مع رجال 8 سنين بنفس البيت من دون ما يكون في ورقة بتثبت إنها مرته؟ جانا أعطيني فرصة. فرصة لترجع لخطيبتك اللي قلك معها 8 سنين ولا فرصة لتضحك علي أنا وفائدة الساكرة؟ أنا مستعدة أقتلك، أقضي بقية عمري بالسجن ولا أعطيك. يا بنتي امك مستحيل تعطيكي لمطر. يا بكون انا ومطر مع بعضنا، ما بدي كل هالحياه. مطر انا ما بدي اياه. كذابة انت، خايفه منهم، بتحبيني وبدك اياني. رجالك فيكم يطلعوا ويوجعني. في ناس بتسرق مصاري، في ناس بتسرق بيوت، وفي ناس بتسرق بشر. بتعرفي أنا ليه جبتك لهون اليوم؟ لأنه هاي الليلة هي الليلة الأخيرة.